احنا النهاردة في هذه الاحتفالية الحقيقة كان برضو في أمور كثيرة على هامشها أو حتى في قلبها إن شئت. كرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من العلماء والأئمة والقراء خلال احتفالية المولد النبوي واللي بتقيمها وزارة الأوقاف. معانا على التليفون الدكتور صابر عبد الدايم، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق، وطبعا غني عن التعريف. أهلا بك دكتور. يا مرحبا استاذ يوسف، وانا بصفه شخصيه متابع للبرنامج معك والله يا فندم، لسنوات عديده يعني. ده احنا نتشرف، سعيد بلقائك اليوم والله. ده احنا نتشرف يا دكتور صابر. والله لا متابع وانا الاسره وما شاء الله ولك يعني جماهير كثيره يعني. الله يخليك تبعين. الله يخليك والله. يا دكتور، ماذا عن احتفاليه اليوم وتكريمكم يا فندم؟ والله طبعا هذه الاحتفاليه يعني تبلغ الذروه السمو والجلال. لماذا الاحتفاليه بمناسبه ميلاد نبي الرحمة ونبي الإنسانية ونبي العدالة وقل ما شئت فيه يعني. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني كما شهد كثير من الكتاب الأجانب وحتى غير المسلمين له بالفضل والعظمة، فمن هنا يأتي جلال هذه المناسبة الكبيرة وهي تتكرر كل عام. وبالمناسبة هي ليست مناسبة فقط ساعة، ولكنها حصيلة جهود شهور عديدة واختيار المكرمين واختيار الموضوعات. وطبعا وزارة الأوقاف بقول انها خلية من العلماء، يعني في المساجد الجمهورية كلها تجد اسابيع ثقافية. فالاحتفالية اليوم يعني نحن يعني نعتبرها تتويج لجهود الأئمة والعلماء جميعا، وان مصر يعني لا تنسى يعني ابنائها النجباء ولا علماءها المخلصين لدينهم ولوطنهم. صحيح، وكان حظنا حلو علشان نشوف حضرتك يا دكتور ويعني ونشاركك في هذه الفرحة بهذا التكريم. كل الشكر ليك يا دكتور صابر، وأمد الله في عمرك يا دكتور، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله يعني، ومصر بخير ومصر آمنة. وشكر لفخامة الرئيس ومعالي وزير الأوقاف، وشكر لكم أيضا على هذا الإعلام المضيء المستنير. ده حاجة تشرفنا يا دكتور، احنا نتشرف دايما. شكرا لك يا دكتور صابر. شكرا لسيادتك دكتور صابر عبد الدايم، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالزقازيق، أحد علماء اللغة فعلا يعني.